تحت إشراف شركة ماستر آرت كوميونيكيشن كامباني قريبا ترقبوا برنامجا خاص عن الفنانة المغربية التي تشق طريقها نحو النجومية، فنانة طربية بامتياز، إنها الفنانة سناء حبيب. فنانة وعدت بالكثير، وعدت كل العرب وكل المغاربة. قريبا على ماستر آرت كوميونيكيشن كامباني فيلم خاص بهذه الفنانة، ترقبوا قريبا. ليالي الفرح، ليالي الطرب، بشراكة مستقبلية مع شركة ماسيسي للفنون والتواصل بكل مشاهديها عبر هذا المنبر الإعلامي الجديد. وأيضا نرحب بكم معنا حتى نتعرف على فنان الدكتور محمد الهلال، خبير وطني وأيضا هو مدير أعمال لهذه الفنانة. وأيضا معنا الفنانة سناء حبيب. حياتي اليومية تمنيت من الجمهور المغربي يعرف، يحاول يتعرف عليك، يسأل عني حياتي، فين كندوز نهاري، فين كنمشي، شنو كندير كفنانة، كيفاش كنهي جو العمل ديالي. وأكيد إن شاء الله من بعد غادي تشوفوني كيفاش تعايشوني على المسرح. وصلني في الاول جلسة اللي جلست فيها في واحد المكان، وكنت تضربت بهذا الصوت ديالها. ولكن انا قلت لكم بانه ماشي هي جلسة قدامي كنقول هذا الشيء، لان الحقيقة وانتم هتسمعوها ان شاء الله بانها فنانة ذو اخلاق عالية ذو احسان. تعرفت على الفنان ديالنا، جا الدور انني نعلن لاول مره للجمهور المغربي على مدير اعمالي الفنيه وشركه الانتاج المغربيه اللي احتضنتني كصوت وكتساعدني حاليا باش الجمهور المغربي يعرفني. صراحه الجمهور المغربي عرف صوت سناء حبيب عبر لي راديو عبر سهرات، بالحق عمره ما عرفوا سناء حبيب كانسانه كصوره.
الفضل كله كيرجع نقدم لكم مدير اعمالي موما نتجاغ الدكتور الهلال. قبل ما تكون ثقافة ثقافة هي تربية، قبل ما تكون تربية فهي شيء يخص الإنسان نفسه. وكنقول أن أي بلد أي شعب بدون فن ما عندوش الروح دياله، وإذا غاب هذا الفن ولا غاب هذا الفن كيغيب الجوهر ديال الإنسان. يعني تيبغي تتغيب كيعرفش شكون هو المدير الفني ديال الفنانة المغربية سناء حبيب. ولا سمحتي لي انا بهذا المصطلح غنفضحك اليوم. مرحبا لالا، مرحبا. غنفضحك اليوم قدام الجمهور المغربي. اول حاجة قبل ما نهضر على مون ديريكتور كان يعني الطريقه ديال التعامل ديالنا والاختيار يعني كانت يعني ناجحه عند تبارك الله. بكل صراحه 14 سنه ديال الشغل في المجال كفنان كتقني كباحث في هذا المجال هذا وفي قلبه العوافي ونيران للشوق نيران للشوق غيرك يا يما الحنينة لم ننسها لي مرسي شكرا لهذا الحمسة وشكرا لهذا الحمسة.